ناس غيلان نقدروا نقولوا على انهم مجاديب او ما يسمى بهاله الى بغينا او ما يسمى بنظامه. لسناك الذين يشتغلون الاغنيه الكلمات ثم الملحن ثم يغنون، لا، الكاتب او الزجال الغيواني الاغنيه كتخرج نابعه من ذاته ملحنه ومكتوبه في نفس الوقت. عيون الظالم نايمة، أنا في نظري عين الظالم نايمة، طبعا غتكون عين الظالم نايمة لأنه مهني هو ظالم كيصعب راسو مد... وقلب المظلوم حاضي، ماشي عين المظلوم، قلب المظلوم حاضي، يعني هو اللي مألمو. غير أنا الحاجة اللي يسمو هو مزيان شري قلتي، غير أنا نعسري ذاك الظالم، هذاك الظالم أنا خصو ما ينعس. دابا خصك كلشي دير فيه الضحك، خصك دابا كلشي دابا تبدا دير من دون ضحك، وين ما بقاوش عام ما نضحكو وندربو من بعد. مغنيين بالمفهوم الكلاسيكي وبالمفهوم العام، بل ممثلين كيغنيو شبه ما يسمى قديما عند الفرنسيين لي تروبادور، او حتى عندنا حنا في بعض المناطق مثلا في الاطلس كنشوفوا بعض الشعراء، اربعه ديال الشعراء او ثلاثه ديال الشعراء كيتمشاو من سوق لسوق ومن دار لدار ومن حي لحي ومن كيغنيو مسائل كتهم الناس. قلوب الحجر قرن العشرين هذا عايشين عيش دبانة في البطانة، راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة، واش من الفرق بين انت وانت وانت وانا؟
Francis, or El Hall. The title seemed really appropriate to me because I was mesmerized by it. Transis is a poetic documentary by Ahmed El-Manouni about an extraordinary band called Nas El-Gewan. Nas El-Gewan went back to their roots. They were looking for a connection to their audience and also to their culture and their history. They came together at a time when Morocco was still in the early stages of independence, and I suppose you could say that the band was literally trying to sing and be the soul of their country.